تعرف على حضرتك؟ انا اسمي اسلام اسماعيل من شباب الثوره. اخ اسلام، لماذا 30/9 جمعه 30/9 النهارده 27/9 بقي 3 ايام على 30/9؟ لماذا؟ لماذا 30/9؟ ان احنا في بدايه الثوره كنا طالبين تغيير حقيقي، عيش حريه، عداله اجتماعيه وتغيير. فلحد دلوقتي ما تحققش اي حاجه من اللي احنا كنا طالبينها. كنا طالبين حد ادنى وحد اكثر الاجور، ما حصلش. كنا طالبين الغاء قانون الطوارئ او وقف قانون الطوارئ، ما حصلش. كنا طالبين تسليم السلطه مدنيه، برضك ما حصلش. احنا بنطالب المجلس العسكري كمان في الجمعه دي بتسليم السلطه لسلطه مدنيه منتخبه من الشعب، بتحديد وقت زمني معين هيسلم فيها السلطه للسلطه المنتخبه المدنيه. وبنطالب، يعني احنا ما حسيناش بالتغيير. احنا عشان كده نازلين، عاوزين نغير بلدنا، نفسنا نطلع او نعدي ببلدنا لبر الامان. طبعا كلنا متجمعين كشباب ثورة من جميع أو معظم الائتلافات ومعظم الأحزاب التي تكونت بعد الثورة وقبل الثورة، بدون أي مسمى، ناكرين ذاتنا تماما. كل اللي احنا هنعمله، كل اللي احنا عملناه، ان احنا توحدنا على أهداف الثورة ومطالبها. وإن شاء الله ربنا وفقنا، مش هنرجع عن اتخاذ القرار اللي احنا خدناه. أخذنا قرار إن إحنا الثورة مستمرة، يا النصر إن شاء الله لمصر، يا إما ننول الشهادة زي ما نالوها إخواتنا الشهداء، ومش هنضيع حقهم طبعا، يا إما نحقق الأهداف اللي هم كانوا طالعين عليها زي ما إحنا كنا طالعين معاهم، يا إما ننتصر إن شاء الله. وإن شاء الله ربنا ينول مصر النصر، وربنا يحقق لنا أهدافنا في تغيير بلدنا للأحسن إن شاء الله. بشكركم. شكرا فندم.